انقلاب دموي أطاح بالملكية العراقية، ثم قتل جميع أفراد العائلة الملكية بطريقة بشعة. كيف حدث انقلاب تموز الأسود في العراق عام 1958؟ في خمسينيات القرن الماضي بدأت الجيوش العربية بالتدخل في السياسة، كان ذلك عبر تحالف بين ضباط الجيوش والتيار القومي اليساري التواق إلى الحكم في العراق. تشكل تنظيم الضباط الأحرار في 1949 على شاكلة مصر. بدأت الخلايا تبرز في 1952 عندما انقلب الضباط في مصر. فشلت محاولات الانقلاب في العراق التي كانت بإعاز من النظام المصري آنذاك، فافتضح أمر التنظيم عام 1956، لكن الحكومة العراقية اكتفت بنقل الضباط إلى أماكن متفرقة. في 14 من فبراير عام 1958 أعلن العراق والأردن الوحدة داخل الاتحاد الهاشمي. أغضب الأمر جمال عبد الناصر الذي كان يمني النفس بتوسع وحدته مع سوريا إلى الأردن. وفي بداية يوليو اكتشف ملك الأردن الحسين بن طلال وجود تنظيم عسكري في الجيش العراقي يهدف إلى قلب نظام الحكم، وأخبر القادة العراقيين بذلك. كان عبد الكريم قاسم المقرب من الملك فيصل يقود صحبة صديقه عبد السلام عارف تنظيما سريا في الجيش العراقي يسمى المنصور. انقلب قاسم وعارف على تنظيم الضباط الأحرار الذي تحالف معه للانقلاب على الملك من أجل الانقضاض على الحكم وحدهم رفقة عدد من الضباط. في صبيحة 14 من يوليو عام 1958 استفاقت العائلة الحاكمة على دوي الرصاص. كانت القوات المهاجمة أقل قدرة وتسليحا من الحرس الملكي، لكن الوصي على العرش الأمير عبد الإله كان يرغب في حقن الدماء. تنازل الملك فيصل الثاني عن العرش لصالح الانقلابيين، وخرج لهم مفاوضا من أجل السماح له بمغادرة العراق، وكان معه الملك فيصل والملكة نفيسة والأميرة هيام. لكن الانقلابيين واجهوهم بوابل من الرصاص دون شفقة، فسقط الجميع مضرجين بدمائهم إلا الأميرة هيام التي أصيبت ولم تمت. كانت مجزرة حقيقية ضد العائلة الهاشمية. قيل إن عارف وقاسم لم يصدر أوامر بتصفية العائلة الملكية، لكنهما لم يتخذا عقوبات ضد الضباط المعتدين. أنهى الانقلاب حقبة النظام الملكي العراقي الذي استمر 57 عاما، ودخلت البلاد في أتون انقلابات متتالية. صعد عبد الكريم قاسم لرئاسة الحكومة، لكن الأمر انتهى به إلى الإعدام بعد انقلاب أطاح به عام 1963.